مش عارف اقول لك ايه يا علاء، اصل جليله بنتي مسافره الصين رحله مع زملائها، والسيوله الحقيقه لقيتها يعني مش قد كده، وانت عارف بقى دي بنت ولازم يكون معاها فلوس كفايه. انا اسف قوي يا علاء، والله لو لقيت معايا ما كنت اتاخر عنك ابدا. لا ولا يهمك يا كيمو، ما تضايقش نفسك، تعرف ده مبلغ انا بصرفه في ليله. ما انا طول عمري اقول لك اعمل حسابك يا علاء. ما تقلقش يا كيمو، انا برضو بعرف اتصرف. معلش انا اسف للازعاج. طيب اوكي باي كيمو، سي يو كريستين.